هذا غيبكي اليوم الشيء هذا اليوم غيبكي. نتحداك نتحداك تلقى هادي بالثمن في السوق. هان قال نوت دي 5 جي. او شوف 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 بعدا شوف يلا اللهم بارك. شوف 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 تخلع ما والو تخلع ما والو. هي اول حاجه ضروري ريلمي 6. وعدنا الناس بواحد البرومو في الهواتف ديال ريلمي وفي الهواتف ديال شوم. شوف شوف اليوم هادو احسن ثمن في المغرب بتحدي جامد. عندنا الريلمي 6 828 هيا بروسيسور الهيليو جي 90 تي 64 في الكاميرا كتشارج ب 30 واط 4300 في الباتري. تليفون الاخوان ناضي ثمن ولا اروع كيدير في السوق 2200 درهم 2100 هذا كيبقى ب 2000 درهم. كاينه قطعه واحده الاخوان حتى نهار 3 غادي تكون ديسپونبل غيكونوا تقريبا شي 10 بياسات نهار 3 اللي بغى هذا الاخوان 2000 درهم هاي سي 21 اي مفقود. انا شحال فيها 4 في الرام 64 5000 في الباتري. البروسيسور اللي فيها الانيسوك تي 610 هذا البروسيسور الاخوان احسن من الهيليو جي 70 الناس ديال الالعاب احسن اختيار. شحال دايره في السوق هذا؟ شحال خويا 1350 1400 1350 1280 درهم سي 21 ايكغ احسن هاتف تقدر تشري دابا حاليا 1280. حلو شي بياسه نشوفوها خويا هادي شوف معايا البياسه اللهم بارك جات كامله في هذا اللوين هذا الزرق. ها احسن احسن هاتف تقدر تشري ب 1280 ثمن الهربه ديال الهرب. هاو شي لومبخانت هنايا 5000 في الباتري 64 4 في الرام وعندك معالج واعر. هنا الشارجور ديالو كاينش تليفوني تقال انا اخويا وعام ديال الكارونتي داكشي ما كاينش مع هذا المعالج. لا لا 1280 اخويا بون افير شي حاجه انا غادي بالثمن الثمن هذا ما تشوفش شي حاجه. شنو عندنا مازال مع سوق الجماهير واخا جاو فيها ثلاثه البياسات الاخوان ولكن الثمن غيكون الصدمه. المي 11 لايت 5 جي واحد اللوين خطير دخل واحد ثلاثه البياسات. شنو اللون كيدير اللون بعدا خطير انا اخويا. او شوف 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 ده ده ده. شوف يلا اللهم بارك شوف 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 ده ده ده. المي 11 لايت 5 جي 8 في الرام 128 ها هي فيرسيون جلوبال 828 احسن لون فيه هو شي. شحال كيدير هذا في السوق؟ شحال 3200 3100 هذا هو الثمن ديالو 828 ماشي 828 غنديرو ليه ثمن حصري 3000 درهم. المي 11 لايت 5 جا عمرها وصلت لها الثمن 828 3000 درهم ثلاثة البياسات اللي جا الاول شارجور 33 واط اللي جا الاول الله يسخر ليها هما وحده راح لينا الاخوان. هاي الشيطه ديالو كاينين ثلاثة ها هما 8 في الرام 128 3000 درهم هانا. وكاينه وحده المي 11 مي 11 لايت 5 جي ان او ولكن هذه فيها 256 8 اللي بغى ستوكاج طالع شحال نديرو لها؟ كاينه قطعه 3500 اللي دايره ياك 3500 3000 سمع سمع 3350 مزيانه خيره 3350 درهم اللي جا الاول الاخوان هما اربعه البياسات ديال مي 11 لايت. ها هي الصدمه ديال بصح ياه هانا هادي شوف شوف ريدمي والله حتى غتصدم شناهي هادي ريدمي نوت ديس 5 جي 4 في الرام 128 شحال دايره في السوق هادي؟ قول لي شحال دايره في السوق هادي اخويا دايره 2100 2100 درهم 2000 درهم كاع ياك يعني اللي غينقص ليك احسن ثمن 2000 درهم. شوف معايا البياسه اللهم بارك هنا الريدمي ريدمي نوت دي 5 جي ديامون سي 700 48 في الكاميرا 5000 ميلي امبير. تليفون الاخوان نادي ديال بصح شوف معايا الديزاين اللهم بارك. الناس اللي كيسولوا على النوت دي هاهي 5 جي ديالها تمام والله يا خويا الصدمه جور ديالها بوشيط شحال الثمن اخويا عطيني شي استيماسيون قدر قدر نقدر شنو نقدر اخويا غنسمع شي صدمه عرفتيني شحال نديرو لها شحال الثمن 1000 شوف من 2000 شوف من 2100 1890 درهم ونتحداك نتحداك تلقى هادي بالثمن في السوق هانا تحداك تلقى النوت دي 5 جي 428 فيرسيون جلوبال عام ديال الكارونتي ب 1890 هاي 1890 درهم. شحال من بياسه كاينه؟ جوج اربعة ستة تقريبا شي 8 9 تسعة البياسات 9 القيطة اللي جا الاول الاخوان اغتنم الفرصة ما غتلقاش الثمن اخويا ديما 1890 شنو تجيب لك اخويا الجديد 1890 ما تاخذش تليفون بحال ما تاخذش تليفون 1890
العملاق هذا ابو اكبر ها هو النوتيس برو. بزاف الناس عاجبهم النوتيس برو. اش من لون كاين؟ كاين في الكري كري نوار. كاين اربع بياسات 828 ماشي 6 في الرام، 8 في الرام 128 دايره 3100 في السوق. ياك خويا 3100 درهم هذه غنديروا لها 2950 درهم. نعم 2950 درهم 4 بياسات 8 جيجا 8 128 سناب دراغون 732 الاموليد 108 في الكاميرا. انا فيرسيون جلوبال عند الكالون اخوان كمية. شوف باش نكونوا واضحين، هنا كاينين 4 بياسات، هنا 9، هنايا 4، هنا تقريبا شي 9 القطع. هذا فيه وحده، نهار الثلاث ان شاء الله غادي تكون فيه الكميه. هذا فيه وحده. بالنسبه اللي عجبته شي بياسه الاخوان يجي للمحل ولا يحاول يتواصل معنا شي قرير غراض ليفريزون الاخوان. المغرب كامل المحل كيتواجد بالدار البيضاء اناسي مشروع السلام جوج اون فاس من محطه ديال الطاكسيات. اللي خاصو شي حاجه الف مرحبا. تبارك الله عليكم.